السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم ومنصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم ومادة الجغرافيا. الحصة اللي فاتت راجعنا مع بعض المنهج شامل، الحصة دي كمان هنكمل مع بعض المراجعة، ودي تالت حصة على التوالي يا شباب. عايزة أكد عليكم إن إحنا لازم نسجل بياناتنا، سواء الامتحان ورقي او الكتروني. انا لازم اسجل بياناتي واكتب احقيتي في الامتحان بتاعي قبل ما ابدا احل السؤال بتاعي، وابص على الخيارات الموجوده، لان في كل المواد ما بين اختياري وما بين سؤالين او ثلاثه مقالي، فانا لازم وانا بقرا السؤال هاكد على المحور بتاعي مره واثنين وعشرة، اللي راس السؤال دي اقراها مره واثنين لحد ما استوعب فكرته، هو عايز مني ايه، استخلص راس الموضوع بتاعه، هو عايز مني ايه بالظبط. المحور بتاعي ده اهو، او الجذر بتاع السؤال، لو انا فهمته خلاص من قبل ما اقرا البدائل الاجابه هتبقى متواجده عندي ان شاء الله. نبدا كده مع بعض ونقول بسم الله. السؤال الاولاني بيقول: تعد دراسه الحركات الباطنيه التي شكلت سطح مصر احد اهتمامات. انا مدرس الحركات الباطنيه اللي شكلت سطح مصر، ده احد اهتمامات. هل الجغرافيا التدريسيه؟ طبعا هنا السؤال شامل ايه، او في الجزء بتاع ايه، في الجزء بتاع فروع الجغرافيا، الجغرافيا التدريسيه ولا الجيومورفولوجيا ولا الجغرافيا المناخيه ولا الجغرافيا الحيويه. طبعا دي كلها فروع الجغرافيا الطبيعيه، وده اول درس خدناه واحنا بناخد فروع الجغرافيا. طب انهي فرع من فروع الجغرافيا اللي بيهتم بدراسة الحركات اللي شكلت سطح الارض؟ هل التضاريسية اللي بتهتم بدراسة توزيع الاشكال التضاريسية الرئيسية، ولا الجيومورفولوجيا ودي بتهتم بدراسة اشكال الارض والعوامل الطبيعية؟ طب ايه هي العوامل الطبيعية مثل الحركات الباطنية، العوامل الخارجية، دي كلها من العوامل اللي شكلت. ولا طب نكمل بقى ونقول الجغرافيا المناخية دي اللي بتدرس المناخ والعناصر بتاعته، الأقاليم المناخية، أثر المناخ على الإنسان، والجغرافيا الحيوية دي اللي بتدرس لي توزيع وتحليل التربة، النبات الطبيعي، الحيوان البري، كل ما هو حيوي وطبيعي ده بتدرسه الجغرافيا الحيوية. من اللي احنا قلناه بقى، ايه اللي بيدرس الحركات الباطنية اللي شكلت سطح الأرض؟ هتبقى الجغرافيا الجيومورفولوجيا، صح كده يا شباب؟ ليه؟ عشان من اختصاصها، او هي بتهتم بدراسة ايه، اشكال سطح الارض من حيث ايه، او زائد ايه العوامل اللي شكلتها. والمقصود بالعوامل اللي شكلتها العوامل الباطنية اللي شكلتها، ومنها الحركات الباطنية. تبقى الاجابة عندي ب، اللي هي الجيومورفولوجيا. السؤال اللي بعديه: احد اساسيات الخريطة التي تؤمن على بياناتها هي، يعني تأكد لي ان البيانات دي صحيحة، تصدق على بياناتها، يعني مفيش شك ان البيانات اللي موجودة، في هنا جبل في هنا جبل، الحدود بتاعتي صح، الحدود صح، اخدها وانا مغمضة. هل العنوان ولا الاحداثيات ولا المفتاح ولا المصدر؟ طبعا دول كلهم من اساسيات الخريطة، بس مين اللي من اختصاصه يطمني ويأكد لي ان المعلومة صحيحة غير قابلة للجدل او للنقاش واخدها مسلم بيها؟ هيبقى مين؟ ايوه، برافو عليكم، انا متاكده ان كلكم بتقولوا المصدر. ليه المصدر؟ لان العنوان بيبين لي الهدف او الغرض اللي من اجله رسمت الخريطه. الاحداثيات اللي هي خطوط الطرود والى الغرب عشان تحدد لي الموقع، سواء شمال او جنوب، سواء شرق او غرب. المفتاح اللي بتبين البيانات اللي موجوده على الخريطه وما يطابقها على المفتاح عشان تعمل لي اختصار للمعلومات بدل ما اقعد اكتب. طب المصدر، الجهه او الشخص الموثوق منه اللي رسم لي الخريطة. ولو في جهة موثوق منها رسمت لي الخريطة وده مصدرها، يبقى خلاص هي بتؤمني على كل البيانات اللي موجودة، وبالتالي تبقى الإجابة إيه، أساسيات الخريطة اللي بتأكد على وبتصدق على البيانات هيبقى المصدر، مصدر الخريطة. السؤال اللي بعديه بيقول لي: أقل الأزمنة الجيولوجية مساحة في الصحراء الغربية هو الزمن. الأزمنة الجيولوجية أنا عندي الأرقي، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، صح الكلام؟ لو في مصر كلها هقول لك الزمن الأول، 1% من جملة مساحة مصر، صح كده؟ تمام، برافو، لكن هو خص لي بالذكر الصحراء الغربية، يبقى أنا المفروض أما أجي أجاوب على السؤال ده توزيع الأزمنة اللي موجودة عندي أخد من الأرقي خمس. هو الأرقي موجود في الخيارات؟
الثالث الرابع. يبقى انا هشوف توزيع الازمنه دي في الصحراء الغربيه. لو جيت الصحراء الغربيه فقط يا شباب، لو جيت بصيت على الزمن الاول هلاقي ان الزمن الاول موجود في الصحراء الغربيه فين؟ حول جبل العوينات. يبقى منطقه واحده وصنونه حول جبل العوينات. طب الزمن الثاني، الزمن الثاني موجود في الصحراء الغربيه فين؟ في هضبه الجلف الكبير. هضبه الجلف الكبير اللي موجوده في الهضبه الجنوبيه، كمان موجود في الواحات البحريه واجزاء من الفرف، 3 مناطق اهو. طب والزمن الثالث موجود في الهضبه الوسطى بالصحراء الغربيه وهضبه مرمليكا، منطقتين اهم، شو الهضبة الوسطى كلها وهضبة مرمريكا كلها، زمن تالت. طب والزمن الرابع موجود في الساحل الشمالي، موجود في الساحل الشمالي اللي هو اقليم مريوط، كمان موجود في الصحراء الغربية مناطق متفرقة زي بحر رمال العظيم، الغروط زي ورد ابو المحاريب، مناطق كتيرة، الكثبان الرملية والتجمعات الرملية، دي كلها زمن رابع. صح كده الكلام؟ يبقى من اللي انا قلته بالله عليكم، اقل الازمنة الجيولوجية مساحة في الصحراء الغربية هو الزمن ايه؟ برافو، هيبقى الزمن الأول. ممتازين يا شباب. اشمعنى الزمن الأول؟ علشان الزمن الأول موجود في منطقة صغنونة واحدة بس، وهي حول جبل العوينات. عرفنا السؤال، الإجابة بتيجي إزاي يا شباب؟ هفند كل منطقة للأزمنة، أشوف مناطقها وأشوف أقل. لو كان قال لي أكتر هيبقى الأول؟ لا طبعا مستحيل يبقى الأول. فاهمين كده شباب؟ طب السؤال اللي بعديه، تكونت محمية الرمال البيضاء. محمية الرمال البيضاء بالفعل، هل التعرية النهرية ولا التعرية الهوائية ولا التواء ولا التصدع؟ هي الرمال البيضاء، محمية الرمال البيضاء دي موجودة فين يا ناس؟ مجرد ما تعرفي هي موجودة فين خلاص انت من نفسك هتعرفي، او انت من نفسك هتعرف هي اتكونت بالفعل ايه. محمية الرمال البيضاء او الصحراء البيضاء دي محمية صحراوية موجودة في الصحراء الغربية. خلاص يا مستر عرفنا الإجابة على طول، تبقى تعريها ايه؟ هوائية. تبقى تعريها ايه يا شباب؟ هوائية، نحت، نقل، ارساب. فيها مناطق كتيرة منحوتة، فيها مناطق ارسابات من الرمال، وبالتالي تكونت محمية الصحراء البيضاء او الرمال البيضاء في الصحاري من المحميات الصحراوية، ودي تكونت بفعل التعرية الايه؟ الهوائية. طب السؤال اللي بعديه بيقول لي دائرة العرض الرئيسية في مصر، هل هي خط الاستواء ولا مدار السرطان ولا 22 شمالا ولا 31 شمالا؟ طبعا خط الاستواء ده مستبعد تماما، ان خطوط العرض الرئيسية هي ايه؟ ده اولى اعدادي بقى، خطوط العرض الرئيسية اللي هي ايه؟ خط الاستواء يا مس رقم صفر، مدار السرطان 23.5 شمالا يقابله مدار الجدي 23.5 جنوبا، الدائرة القطبية الشمالية 66.5 شمالا يقابلها الدائرة القطبية الجنوبية 66.5 جنوبا، نقطة القطب الشمالي 90 شمالا، نقطة القطب الجنوبي 90 جنوبا، هم دول دوائر العرض الرئيسية. تمام كده يا شباب؟ مين فيهم بقى اللي بيمر بمصر؟ خط الاستواء ده مستبعد تماما لان رقم صفر وانا ببدا من 22. مدار السرطان اللي بيمر في جنوبي، ولا 22 اللي بدايتي، ولا 31 شمالا اللي تقريبا نهايه الحدود المصريه تقريبا؟ هيبقى ايه؟ انت قلت لنا دوائر العرض الرئيسيه وعدتيها لنا، خط الاستواء، مدار السرطان، مدار الجدي، الدائره القطبيه الشماليه والدائره القطبيه الجنوبيه، ونقطه القطب الشمالي ونقطة القطب الجنوبي. تبقى الإجابة إيه؟ دائرة العرض الرئيسية في مصر هي مدار السرطان اللي رقمه كام؟ 23.5 شمالا، وإحنا بادئين من كام؟ من 22 شمالا، وبالتالي الدائرة العرضية الرئيسية الوحيدة اللي بتمر بمصر هي مدار السرطان. في هنا خريطة أنا كنت شايفاها فحابة أوريها لكم، مع إن السؤال هو ما فيهوش خريطة، بس إحنا بنستعين، وده اللي انا عايزاكم تعملوه يا شباب. لو جالي سؤال في الامتحان محتاجه ابص على خريطه، بصي على كل الاسئله، بصي يا استاذ، بصي يا استاذه على كل الاسئله، هتلاقي اكيد في خريطه، طعامي بيها بقى كل الاسئله اللي عندك. السؤال اللي احنا قلناه ما فيهوش خريطه، دي حقيقه، لكن في الامتحان خريطه، او في سؤال تاني انا ممكن اجي للخريطه وهو 22، الدائره العرضيه الرئيسيه الوحيده هي مدار، حتى اخد شكل مختلف تماما عن باقي دوائر العرض، سواء البداية عندي أو النهاية أو الدوائر العرضية اللي موجودة الطبيعية، لكن ده آخد خط أو شكل مختلف تماما لأنه من دوائر العرض الرئيسية.
طب السؤال رقم 8، عشان بس لو ما حدش عارف رقم السؤال، احنا كده في السؤال رقم 8. تكون بحر الرمال العظيم في الزمن الجيولوجي، هل الأول الثاني الثالث الرابع؟ الأول الثاني الثالث الرابع. هو بحر الرمال العظيم عبارة عن ايه؟ عبارة مثلا عن غطاء. الغطاءات الرملية، برافو، الغطاءات الرملية اللي تكونت بالفعل التعرية الهوائية، نحت، نقل، ارسال، صح كده الكلام؟ برافو، ايوه صح كده. وخدنا كمان ان من الرياح، او من اهم انواع الرياح، او الرياح الرئيسيه اللي كونت لي الاشكال الرمليه دي، الرياح الشماليه الغربيه. طب الغطاءات بقى دي، السؤال الرئيسي، اتكون في الزمن الكام؟ لو بصينا للجدول بتاع التكوينات الجيولوجيه هيقول لي ان في الصحراء الغربيه الرواسب الرمليه كلها زمن رابع، وبحر الرمال العظيم يعد من الرواسب الرملية اللي موجودة في الصحراء الغربية. على فكرة وموقعه يقع ما بين ايه؟ مصر وليبيا، جزء منه بيقع في ليبيا وجزء منه كبير بيقع في مصر على الحدود كده. تمام كده شباب؟ وبالتالي تكون بحر الرمال العظيم في الزمن الجيولوجي الرابع. ليه يا مس؟ لأن بحر الرمال العظيم من الرواسب الرملية، والرواسب الرملية تكونت في أي زمن؟ في الزمن الرابع. تمام؟ هو عبارة عن غطاء من الرمال، خزبان رملية، نتيجة للتعرية الهوائية، المرحلة الايه؟ التالتة. التعرية، نحت، نقل، ارساب، المرحلة التالتة. يبقى هو نتيجة ارساب، ارساب يا شباب. والرياح مين هي اللي كونته؟ الرياح مين هي اللي كونته؟ الرياح الشمالية الغربية، هي الرياح الرئيسية اللي كونت لي بحر الرمال العظيم. يعني بحر الرمال العظيم يعد من الغطاءات والكثبان الرملية اللي بتنتشر فوق مساحة واسعة من الصحراء الغربية بفعل الرياح الشمالية الغربية في الزمن الرابع. السؤال اللي بعديه، السؤال ده حلو، من المناطق الغير صالحة للملاحة في مصر. هي الملاحة تشمل ايه؟ تكونت بفعل المناطق الغير صالحة للملاحة. الملاحة عندي هتبقى ملاحة نهرية وملاحة بحرية، صح الكلام؟ الملاحة هنا يقصد بيها الملاحة النهرية الغير صالحة. تكونت بفعل ايه؟ هل التعرية ولا التصدع ولا الالتواء ولا البراكين؟ ايه عندي في مصر بيعوق الملاحة النهرية؟ ايوه يا مس، في جنوب مصر شمال كده اسوان، عندي الجندل الاول. برافو عليكم، الجندل الاول اللي اتكون في الزمن الكام؟ اللي اتكون في الزمن الرابع، عبارة عن صخور اركية نارية صلبة متحولة صعب على النهر ان هو يفتتها، لكنه اخترقها، وهي نشأت بفعل التصدع او الانكسار، ودي حقيقي بتعوق الملاحة النارية. وبالتالي الاجابة عندي تبقى ايه؟ المناطق الغير صالحة للملاحة النهرية في مصر تكونت بفعل التصدع، او تجي لي بلغة تانية او بلفظ تاني، الانكسار، الاتنين بمعنى واحد، وهنا يقصد بيها منطقة الجندل الأول. أي من المدن، السؤال رقم 10، أي من مدن محافظة البحر الأحمر تكون الأعلى حرارة خلال فصل الصيف؟ أي المدن، يعني هو عايز مدينة كل المدن دي تبع محافظة البحر الأحمر وكلها درجة الحرارة عالية في فصل الصيف، لكن عايز هنا الأعلى حرارة خلال فصل الصيف. هو فصل الصيف الشمس بتبقى عمودية على ايه؟ على مدار السرطان اللي بيمر بمين؟ بجنوب مصر. يعني انت عايزة تجيبي لي محافظة، مدينة من محافظة البحر الأحمر بتقع في شمالها ولا في جنوبها؟ في أقصى جنوب البحر الأحمر. ليه؟ عشان تبقى قريبة قوي من مدار السرطان. وبالتالي اهي ادي مدار السرطان، وبالتالي أقرب المدن أو أعلى المدن حرارة، أعلى المدن حرارة خلال فصل الصيف. أحل السؤال ده إزاي يا شباب؟ أنا لسه جايبها لك، السؤال اللي تحت مني موجود فيه الخريطة، أقدر أطلع الإجابة. أقرب المدن لمدار السرطان، هو عايزني أقول لي أقرب المدن إلى مدار السرطان من المدن اللي موجودة عندي تبقى على طول إيه؟ برافو، هتبقى مدينة حاليا. السؤال اللي بعديه، في ضوء الخريطة المقابلة، بأي المناطق التالية تمر بها دائرة عرض 26؟ أظن إن إحنا حلينا السؤال ده أكتر من مرة، أهو 22، المفروض النقطة دي
شرطة صنونة 23 24 25 26. السؤال بتاعي بأي، في الدور عبارة بأي المناطق التالية تمر دائرة عرض 26؟ أهي أدي 26 بتمر بقى. 26 بإيه؟ هل بتمر بإيه؟ ثانية قنا ولا رأس بناس ولا منخفض الفيوم ولا القاهرة؟ طب ثانية قنا أهي، منخفض الفيوم أهو، القاهرة أهي، رأس بناس أهي، ثانية قنا أهي، وده الخط أهو. تبقى الإجابة على طول إيه؟ برافو عليك، وثانية قنا، ومش هناخد فيها وقت طويل، هي سنة أولى، لأن هي من عن طريق قراية الخريطة. السؤال ده لما بيجي بيبقى عامل زي البونبوناية الفاكهة بتاعة الامتحان، لازم يتحل إن شاء الله ونحله بتركيز عشان الإجابة بتاعتي تبقى صحيحة. السؤال اللي بقى، يبقى الإجابة تانية إيه؟ في ضوء الخريطة المقابلة، بأي المناطق التالية تمر دائرة عرض 26؟ آدي دائرة عرض 26، بتمر بإيه؟ ثانية قنا ولا الفيوم؟ القاهرة؟ رأس بناس؟ لا طبعا يا مس ثانية قنا. برافو عليكم يا شباب. السؤال اللي بعديه رقم 12، تتكون، وده السؤال اهو متكرر، تكون بحر الرمال العظيم في الزمن الجيولوجي. احنا لسه قايلين كل الارسابات، كل المنخفضات تكونت في الزمن الرابع بفعل التعرية الهوائية، آسفة، بسبب ايه؟ التعرية الهوائية. ولكن في المنخفضات تعرية هوائية مع وجود بعض او تضافر بعض العوامل الاخرى، يبقى الزمن الجيولوجي الرابع تكون فيه بحر رمال عظيم، او بحر رمال عظيم تكون فيه الزمن الجيولوجي الرابع. ليه يا مس؟ لانه عبارة عن غطاء من الرمال، وقلنا ان الكثبان الرملية او الارسابات الرملية تكونت في الزمن الجيولوجي الرابع. السؤال اللي بعديه بيقول لي اي المنابع، معلش انا بقول بسرعة يا شباب وبجري الاسئلة المتكررة او المعتادة اللي تعودنا عليها، لان احنا دي مش اول حصة مراجعة، دي تالت او رابع حصة مراجعة لينا، فالاسئلة اللي متكررة معاها وخلاص هضمناها بحاول يعني اجريها بسرعة عشان نحل اكبر قدر ممكن من الاسئلة. السؤال بتاعي بيقول لي اي المنابع التاليه لنهر النيل تسقط عليها الامطار الدائمه؟ بصراحه هو هنا عايز ايه يا شباب؟ انا عايزك تفكر، اي المنابع التاليه لنهر النيل تسقط عليها الامطار الدائمه؟ هي الامطار عندي دائمه وموسميه على منابع النيل، مين الدائم ومين الموسمي؟ مين اللي بتسقط عليه امطار في فصل الصيف ومين اللي بتسقط عليه امطار طوال العام فبقول عليها امطار دائمه؟ اللي بتسقط عليها امطار في فصل الصيف هي هضبه اثيوبيا، فبقول عليها امطار موسمية، وفيها بحيرة واحدة اللي هي بحيرة تانا. تانا تمام. رافدها ايه؟ عدبرة، النيل الأزرق اللي بيخرج من تانا والصباط. تمام، تعالي بقى ارجعي للمنابع الاستوائية. والله المنابع الاستوائية دي بيمر بيها خط الاستواء، مجموعة من البحيرات أكبرها فيكتوريا، عندي كمان ادوارد، البرت، كيوجا، تمام كده تمام. وبتسقط فيها الامطار طوال العام من النوع التصاعدي، درجة الحرارة تعلى، تبخر المية، ترتفع لأعلى، تصطدم بطبقات الجو العليا، ترجع تسقط أمطار، ترجع تسقط تنزل، فبنقول عليها أمطار تصاعدية غزيرة دائمة طوال العام. طب مين بقى من هنا يعد من منابع النيل اللي بتسقط عليه الأمطار طوال العام؟ يعني عايز يقول لي مين المنابع الاستوائية، من المنابع اللي موجودة عندك أو من اللي عندك ده، مين اللي يتبع المنابع الاستوائية أو المنابع الدائمة؟ تانا ولا عدبرة ولا كجيرة ولا النيل الأبيض؟ والله تانا يا مس تبع، تانا يا مس تبع هضبة أثيوبيا، يعني المنابع الموسمية، وعطبرة من روافد أثيوبيا، والنيل الأبيض من روافد أثيوبيا، وكجيرة، ده كجيرة بداية نهر النيل اللي خارج من بحيرة فيكتوريا من جهة الغرب، من بحيرة فيكتوريا جهة الغرب، وبالتالي هو تبع المنابع الاستوائية أو المنابع الدائمة. يبقى أي المنابع التالية لنهر النيل تسقط عليها الأمطار طوال العام أو الأمطار الدائمة، أو ممكن أشيل الكلمة دي وأقول لك أي من المنابع التالية لنهر النيل يتبع المنابع الاستوائية لأن أمطارها طوال العام، أقول لك نهر كجيرة اللي بيعد البداية الحقيقية لنهر النيل على الرغم من صغره،
صغنن خالص خالص خالص، إلا إن هو يعد البداية الحقيقية لنهر النيل وبيخرج من بحيرة فيكتوريا. أي الجبال التالية التي تعد الأقرب إلى الحدود المصرية السودانية؟ هل جبل الشايب ولا جبل علبة ولا جبل حماطة ولا جبل كاترين؟ أي الجبال التالية التي تعد الأقرب إلى الحدود المصرية السودانية؟ هي الحدود المصرية السودانية دي حدود شمالية ولا جنوبية ولا شرقية ولا غربية؟ بصوا كده نرجع الخريطة إزاي؟ مع إن هو السؤال اللي انت بتقوليه ده يا ميسي سؤال يعني بسيط جدا واي حد يقدر يحله، ماشي، بس معلش انا واحنا بنحل السؤال خطوه خطوه كده عشان لو في حد ما كانش حاضر الحصص السابقه يبقى فاهم احنا بنقول ايه. حدود السودانيه تبقى على طول الحدود الجنوبيه، تمام، جمهوريه السودان هي الشقيق وهنا مصر. يبقى هو بيقول لي اي الجبال التاليه اللي تعد الاقرب الى الحدود الجنوبيه المصريه، تمام. هل بقى جبل الشايب ولا حماطه ولا علبه ولا كاترين؟ يبقى انا هنا مطالبه ان انا اعرف اماكن الجبال. اولا كاترين بيقع في المثلث الجبلي جنوب سيناء، اعلى قمه جبليه في مصر كلها وفي منطقه جنوب سيناء، يبقى انا مستحيل يبقى كاترين. الشايب بيقع مكان ما انا محدده لك كده في المنطقه دي، وهو اعلى قمه جبليه في منطقه، اعلى قمه جبليه في منطقه جبال البحر الاحمر او في الصحراء الشرقيه. في نفس المنطقة تقريبا أو بالقرب منه عندي جبل حماد، لكن تحت خالص إن هو في الجنوب، في أقصى الجنوب عندي هنا هو جبل علب، وخدناه أكتر من مرة خاصة وإحنا بنتكلم على النبات والطبيعي، وقلنا إن هو من المناطق غزيرة المطر، غزيرة النبات الطبيعي والحيوان البري في منطقة علبة، جبل علبة. وبالتالي تبقى الإجابة عندي في السؤال رقم 14 اللي بيقول لي أي الجبال التالية التي تعد الأقرب إلى الحدود المصرية السودانية، هيبقى جبل إيه يا ولاد؟ برافو، هيبقى جبل علبة لأنه الأقرب إلى الحدود المصرية الجنوبية السودانية. السؤال رقم 15، لدراسة التنوع البيولوجي بالبحر المتوسط عليك محمد، هل نب ولا رأس محمد ولا الغابة المتحجرة ولا بحيرة البرلوس؟ يا مس استني كده، التنوع البيولوجي ده كلام كبير قوي، احنا ما خدناش الكلام. ايوه، لا انا عايزه اقول لك بس اقري السؤال كده ببساطه، بسطي الدنيا كده معاكي. وعلى فكره السؤال ده جالنا في الامتحان قبل كده وانا قصدي اجيبه بس عشان افهم نقطه مهمه. السؤال حتى لو كان تقيل وانت شايفاه مكلكع كده وضخم كده ببعضه، اقريه كده وفتتيه، زي فصصيه زي ما بيقولوا كده احنا عندنا في دمياط كده، نقول لي انا بحط السمكه قدامي واقعد افصصها. حطي السؤال قدامك واقعدي فصصيه كده حته حته بروقان. لدراسه التنوع البيولوجي، انا هعتبر نفسي مش عارفه يعني ايه تنوع بيولوجي، للبحر المتوسط عليك الاتجاه لزياره محميه، هل نبت ولا راس محمد؟ هو انا عايزه هنا محميه موجوده فين؟ ها، برافو، عايزه محميه موجوده في البحر المتوسط او على ساحل البحر المتوسط او بالقرب من البحر المتوسط. مستحيل هاخد محمية على خليج العقبة ولا خليج السويس ولا البحر الاحمر عشان ندرس التنوع البيولوجي للبحر المتوسط، صح كده الكلام؟ صح. يبقى هو هنا المطلوب مني اعرف اماكن المحميات، محمية نبق موجودة فين؟ راس محمد، الغابة المتحجرة، بيرلز، وبناء عليه اقدر اختار الاجابة. طب نبق يا مس موجودة فين؟ موجودة، احنا خدنا كده واحنا بناخد درس المحميات الطبيعية. انا فاكره كويس جدا ان ميس مرسى اكدت لنا على اماكن ومواقع المحميات، وقلنا ان محميه نب دي محميه متعدده الاغراض، اتعملت لحاجات كتير جدا، ودي موجوده على خليج العقبه، يبقى مستحيل ملهاش دعوه بالبحر المتوسط. بالفلاحي كده ملهاش، دي بعيد عن الاجابه، صح. طب راس محمد، دي راس محمد في جنوب مصر، التقاء خليج سويس بخليج عقبه، صح الكلام. وقلنا ان دي محمية تراث طبيعي، يعني بعيد عن البحر المتوسط كل البعد يا شباب، ملهاش دعوة بالبحر المتوسط. طب الغابة المتحجرة يا مس، طب الغابة المتحجرة دي محمية جيولوجية بالقرب من منطقة المعادي كده بالقرب من القاهرة، بعيدة يا مس عن البحر المتوسط كل البعد يا شباب. طب ما عادش على بحيرة البرولوس، بس احنا ما بنجاوبش على نظام الاستبعاد او ما عادش يبقى هي، لا انا لازم اعرف ليه هاخد محمية البرولوس، عشان محمية البرولوس دي
محمية بحرية أو زي ما بيقولوا أرض رطبة، دي موجودة على البحر المتوسط من المحميات اللي تبع البحيرات الشمالية على البحر المتوسط. الله، انت بتقولي على البحر المتوسط؟ اه تبع البحر المتوسط، يعني ممكن استخدمها لدراسة التنوع البيولوجي للبحر المتوسط. ايوه ممكن استخدمها، وبالتالي يا شباب تبقى هي دي الإجابة. تمام، يبقى لدراسة التنوع البيولوجي بالبحر المتوسط عليك الاتجاه لزيارة محمية، المحمية اللي موجودة على البحر المتوسط يا شباب اللي هي بحيرة البرونز. انا طولت في السؤال ده، وهو المفروض يعني سؤال بسيط وعايز وما يحتاجش ان انا اطول، بس انا مطيت قوي فيه عشان اوصل لك لما يكون السؤال شايفاه لاول مره او شكله يخض، انا ما اتخضش، السؤال شكله كبير مكلكع، لكن لا ما نتخضش يا شباب، انا لو فصصته كده حته حته الاجابه سهله وبسيطه. انا هدور على المحميه اللي بتقع على البحر المتوسط، مفيش ولا محميه على البحر المتوسط الا، واستحاله اروح ادرس ناب اللي على خليج العقبه عشان اعرف خصائص البحر المتوسط او التنوع البيولوجي في البحر المتوسط. السؤال اللي بعديه، اذا اردت الاستثمار في مجال صناعه الاسمده، السماد بتاع الارض الزراعيه، فسوف تتجه لتكوينات الزمن الجيولوجي. والله هو هيتجه لتكوينات الزمن الجيولوجي، وانا هتوجه لمين؟ برافو، هيتوجه للجدول بتاع التكوينات الجيولوجيه. هل الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ طب انا الاول السؤال ده عايش شقين، وده اللي بنأكد عليه اللي خدناه في ابتدائي واعدادي مرتبط ارتباط وثيق باللي بناخده في المرحله الثانويه. يعني ايه مس؟ يعني واحنا في الابتدائي او في الاعدادي خدنا ان صناعه الاسمده تعتمد على ايه؟ على اي الخامات اللي بتعتمد عليها صناعه الاسمده؟ خدنا مس الفوسفات، اه عشان اخد بقى الاسمده الفوسفاتيه عشان تسميد الارض الزراعيه، صح الكلام؟ اه، والمشاريع بقى زي مشروع الحمراوين وغيره. طيب تمام، طب ايه بقى الزمن اللي فيه خام او بيحتوي على خام الفوسفات؟ يبقى اذا اردت الاستثمار في مجال صناعة الاسمدة، هو ايه المادة الخام اللي بتدخل في صناعة الاسمدة؟ الفوسفات، فسوف تتجه لتكوينات الزمن. يبقى هو عايز يعرف الفوسفات موجودة في الزمن الجيولوجي، هل الاول ولا التاني ولا التالت ولا الرابع؟ طبعا الاول ده مستبعد تماما لان ملوش اهمية اقتصادية عندي، فيبقى التاني التالت الرابع. واحنا خدنا ان الاسمدة او خامات الفوسفات موجودة في الزمن الجيولوجي التاني اللي توزيعه 42% عشان في صخور الطباشيرية بيحتوي على خامات الفوسفات، صح كده الكلام؟ وبالتالي تبقى الإجابة الزمن الجيولوجي الإيه؟ الزمن الجيولوجي الثاني، الزمن الجيولوجي الثاني. السؤال اللي بعديه، تمام كده يا شباب، وعرفنا ليه الزمن الجيولوجي الثاني، لأن صناعة الأسمدة بتعتمد على الفوسفات، صناعة الأسمدة بتعتمد يا شباب على الفوسفات، والفوسفات موجود في الزمن الكام أو في صخور إيه؟ الصخور الطباشيرية اللي هي اتكونت في الزمن الجيولوجي الكام؟ في الزمن الجيولوجي الثاني. وبالتالي تبقى الإجابة عندي إذا أردت الاستثمار في مجال الأسمدة أو في مجال صناعة الأسمدة، فسوف تتجه لتكوينات الزمن الجيولوجي الثاني، الثاني. طيب تمام، السؤال اللي بعديه رقم 17، يمكن للدولة مواجهة الآثار. أنا يعني بيني وبينكم، يعني أما باجي أقرأ العبارة دي أو أحل السؤال ده لازم أقول السلبية حتى لو بيني وبين نفسي. يمكن للدولة مواجهة الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية، طبعا التغيرات المناخية كلها تغيرات سلبية، بالسلب ولا بإيجاب، بالسلب ارتفاع شديد في الحرارة وبالتالي قلة المياه العذبة سواء بني الجليد، فاكرين الكلام ده؟ أضرار على صحة الإنسان، على الهيلث بتاعتنا، أضرار وانتشار أمراض وأوبئة، اختفاء نشاط السياحة خاصة السياحة الترفيهية، اختفاء المحاصيل الزراعية الصيفية والتوسع نوعا ما في المحاصيل الشتوية، نصيب مياه نهر النيل من المياه هيقل، الأرض هتصاب بالتصحر والجفاف عشان قلة المطر، منسوب نهر النيل زي ما قلنا هيقل، وبالتالي معدل المياه العذبة عندي هيقل، صح كده الكلام؟ طيب أنا ما يحصل كل ده الدولة تقدر تواجه ده بإيه؟ إيه الإجراء اللي الدولة تقدر تتخذه عشان تواجه مشكلة التغير المناخي؟ هل التوسع في زراعة الأرز؟ إيه بس إزاي؟ الأرز ده محتاج مياه كتير كتير، من المحاصيل الزراعية اللي محتاجة المياه كتيرة جدا، هل هتوسع فيه؟ لا طبعا، لأنه محتاج كمية كبيرة جدا من المياه. ولا زيادة الاهتمام بالمحاصيل الشتوية؟
زي اهتمام ايه يا مس؟ احنا بنقول هتختفي المحاصيل الشتوية وهتوسع في المحاصيل الصيفية، لان ما في محاصيل الشتوية محتاجة ايه؟ محتاجة فصل الشتاء، محتاجة انخفاض في الحرارة، ما فيش انخفاض في الحرارة خلاص، الموضوع ده يعني الاوبشن ده ما عادش موجود. وبالتالي ههتم بايه اذا كان اصلا ما عنديش محاصيل شتوية؟ ولا الاتجاه نحو استخدام الري بالرش والتنقيط، يعني ما عادش الغمر، يعني ما عادش بقى مكنة الري افتحها او افتح المكنة واضغط عليها كده واديها في الارض الزراعية تروي زي ما هي عايزة، وبعد كده اصرف عنها المية الزائدة. لا لا لا، ده كلام، ده كان بقى ده كلام من زمان يحكى ان ما كانش، ده ما عادش ده هيحصل. امال ايه المفروض؟ ان الدولة هتبدأ تواجه الاثر ده، وده فعلا اللي الدولة بدأت تواجهه دلوقتي يا شباب وتعمله، الري بالرش والتنقيط. يعني انا ارش الزرع بحيث ان هو ياخد القدر الكافي ليه من المية، يعني مش هيبقى فيه مس صرف زراعي، لا، لان ما عادش هيبقى فيه مية زائدة عن حاجة الارض الزراعية، انا هديها القدر اللي هي محتاجاه فقط. ولا التوسع في استخدام الاسمدة الكيماوية، ده ملوش دعوة يا مس بتغيرات المناخية خالص. وبالتالي تبقى الاجابة ايه؟ الاتجاه نحو، وفعلا الاجراء ده الدولة بدأت تتخذه عشان توفر مياه العذبة بتاعة نهر النيل. وعايز اكد تاني يا شباب، ده مش دور الدولة بس، ده دورنا كلنا، لازم نرشد ونقلل من استهلاك المياه العذبة. الناس اللي بتفتح الحنفيات وتقعد تغسل سنانها والحنفية مفتوحة، او انا معلش بقى فرصة ان انا اتكلم في الموضوع ده، لان الموضوع ده يعني مهم جدا جدا، ما افتحش الحنفية واقعد اغسل وشي وابص بقى على المراية والحنفية مفتوحة، كل ده استهلاك هدر للمية، كل ده هدر كتير ونقطة مية فعلا حقيقة بتساوي حياة. وده احنا شايفين في الأحداث الجارية، كل الدول اللي عندها مشاكل من أكبر المشاكل اللي بتعاني منها فقدانها للمية أو صعوبة الوصول لمياه عذبة. فده ده دورنا، احنا بقى من الطبقة المثقفة، فده دورنا يا شباب كطبقة مثقفة ان احنا نرشد من استهلاك المية، ونوجه ونوعي المجتمع اللي احنا عايشين فيه بضرورة تشييد استهلاك المياه. خلاص، يبقى الإجابة عندي يمكن للدولة مواجهة الآثار المترتبة، وهي ده فعلا اللي الدولة بدأت تعمله دلوقتي أو ماشية فيه بقالها فترة، هو الاتجاه نحو استخدام الري بالرش والتنقيط. طب تفتكروا ليه؟ برافو، عشان أرشد وأقلل من استخدام المياه عندي، عشان أقلل من استخدام المياه العذبة وأقلل نسبة الفاقد منها، لأن منسوب نهر النيل بالتالي هيقل معايا عشان التغيرات المناخية. طب السؤال اللي بعديه، تمر دائرة عرض 30 شمالا بمدينة أسيوط، أسوان، قنا، القاهرة. حقيقي ده من الأسئلة اللي أنا معرفش أحلها عمياني، ما تتحلش يا مس عمياني دي، والله ما تتحل عمياني. طب نحلها ازاي يا شباب؟ واحنا اتأكد، انا جايبة بقى عشان نأكد على المعلومة. السؤال اهو، انا كتيتشر، انا كمدرس اهو، انا معرفش احل السؤال ده الا لو معايا خريطة. طب ما السؤال فاضي اهو ما فيهوش خريطة، اعمل ايه؟ دوري على اي سؤال. ايوه، واحنا بنحل سؤال من الاسئله اللي فوق يا مس كان في خريطه، صح؟ مش عيب ان انا اجيب الخريطه اهو واستعين بالسؤال. بيقول لي دائره عرض 30، تمر دائره عرض 30 بمدينه، اهي دائره عرض 30 اهي، هل بتمر بدائره عرض؟ انا ممكن، ما انا اهو عندي قريبه من سيوه وقريبه من القاهره وقريبه من السويس، صح؟ وانا ماشي، بس هو مش عايز كده، هو هيديني هو المدينة وانا اختار. هل قريبة من اسيوط؟ اسيوط اللي تحت دي، ولا قريبة من اسوان؟ اسوان، ولا قريبة من قنا، ولا قريبة من القاهرة؟ انتوا بقى اللي الجواب. دائرة عرض 30، دائرة عرض 30 شمالا بتمر، هل بتمر بأسيوط؟ هنا كده يا شباب تقريبا اسيوط، كان معايا حاطه كده الماوس، تقريبا اسيوط، مدينة أسيوط بتقع ما بين المنيا وما بين سوهاج، يعني المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، خلاص، ولا مدينة قنا، ولا مدينة أسوان، ولا مدينة القاهرة؟ طبعا أقرب المدن اللي بيمر بيها، أو المدن اللي بيمر بيها دائرة عرض 30 هي مدينة إيه؟ الخريطة هي اللي بتقول. عشان كده بأكد يا شباب الأسئلة دي، سؤال قراءة الخريطة ان شاء الله يجي لنا سؤال منه، لان دي من الاسئله السهله، احنا بنعتبره سؤال عامل زي البونبونيه، سؤال بسيط وسهل، للمره الثانيه او للمره العاشره احنا بنحل سؤال على الشاكله دي، يا اما يجي لي خط طول يا اما يجي لي دائره عرض.
او يقول لي تقاطع خط طول كذا بدائرة عرض كذا، يبقى انت في منطقة كذا. يعني مثلا يقول لي دائرة عرض 28 مع تقاطع خط طول 28، 28 شمالا مع 28 شرقا، يبقى انت هل في الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية، الدلتا، شبه جزيرة سيناء، اهي مكان ما انا حاطه الماوس اهو. يبقى قراءة الخريطة يا شباب من المواضيع او من الاسئلة اللي بنعتبرها اسئلة سهلة وينفع تتحل من غير اي اخطاء، بس كل اللي احنا محتاجينه شوية تركيز واحنا بنحل. يبقى احنا واقفين عند السؤال ده، طب ما اقول دائرة عرض ال 30 شمالا بمدينة، واتفقنا انها هتبقى مدينة القاهرة، مش باي لك كده، لا احنا جبناها من الخريطة. احنا جبناها منين؟ جبناها من الخريطة. طب السؤال اللي بعديه، تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر في الزمن، تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر في الزمن، هل الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس؟ تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر في الزمن الجيولوجي، هل الأول، الثاني، الثالث، الرابع؟ طب الحدود البحرية الشرقية لمصر ده المقصود بيه لحد ايه؟ ها، المقصود بيه البحر الأحمر، المقصود بيه البحر الأحمر، صح؟ احنا لو جينا نشوف حدود مصر الشرقية هلاقي اللي هو البحر ايه؟ الأحمر. طب هو البحر الأحمر اتكون في الزمن الكام؟ احنا خدنا مس واحنا بناخد التكوينات الجيولوجية، قلنا ان الحد الشرقي لمصر منطقة الأخدود الإفريقي، أخدود البحر الأحمر اللي يعتبر جزء منه. طبعا الأخدود الإفريقي ده أعظم أخدود وأطول أخدود في العالم، اتكون في الزمن في عصر اليوكوسين، الزمن الجيولوجي الثالث، وبناء عليه تكونت جبال البحر الأحمر والمثلث الجبلي جنوب سيناء والبحر الأحمر بخليج السويس والعقبة، صح كده الكلام؟ صح. هعيدها تاني، تكونت الحدود البحرية الشرقية لمصر في الزمن الأول، الثاني، الثالث، الرابع. قلنا إن الحدود البحرية الشرقية لمصر المقصود بيها البحر الأحمر. طب هو البحر الأحمر يا شباب اتكون في الزمن الكام؟ البحر الأحمر اتكون في الزمن الجيولوجي الثالث، في عصر الأليوسين، لما حدث أو تكون حدث انكسار وتصدع أدى إلى نشأة أخدود البحر الأحمر اللي يعتبر جزء كبير، جزء من أخدود أكبر وأعظم، أعظم أخدود وأطول أخدود في العالم، وهو الأخدود الإفريقي، وبالتالي هيبقى الزمن الجيولوجي الإيه؟ التالت. بس أنا بقى بالمناسبة أنا عايزة أأكد على نقطة، البحر الأحمر وجبال البحر الأحمر والمثلث الجبلي جنوب سيناء، خليجي البحر الأحمر، السويس والعقبة، كل ده زمن تالي. إزاي يا مس وأنتي قلت لنا جبال البحر الأحمر والمثلث الجبلي جنوب سيناء زمن أقل؟ انا عايزه اوضح النقطه دي. اصل الصخور بتاعت جبال البحر الاحمر والمثلث الجبلي جنوب سيناء اتكونت في الاركي، يبقى اتكونت في ايه؟ في الاركي، لكنها ظهرت على سطح الارض ونشات، ظهرت على سطح الارض، ظهرت على سطح الارض ونشات في الزمن الجيولوجي الثالث، نتيجه لحدوث حركات ارضيه انكساريه. تمام كده يا شباب؟ يبقى أصل الصخور أركي، وأقول لي الصخور تكونت في الزمن الأركي، لكن ظهرت على سطح الأرض ونشأت وشفتها كده بعناية رؤية العين في الزمن الجيولوجي الثالث، في الزمن الجيولوجي الثالث. السؤال اللي بعديه، تقع إلى الجنوب الشرقي من هضبة مرمريكا ظاهرة تضاريسية نشأت نتيجة، هل الالتواء والتصدع، التصدع والتعرية المائية، التعرية الهوائية والتصدع، ولا التصدع والبراكين؟ السؤال ده شقين يا سلام. أولا أنا عايزة أعرف إيه الظاهرة التضاريسية اللي موجودة جنوب شرق مرمريكا، وبعد كده أعرف هي نشأت بفعل إيه. تمام، يعني المفروض ان السؤال ده محتاجش فيه خريطة، على اساس ان انا دارسة سطح مصر تضاريسيا كويس جدا، لان هو قسم لي سطح مصر لاربع اقسام تضاريسية، صحراء شرقية، صحراء غربية، شبه جزيرة سيناء، ودرست كل قسم على حدة، فطبيعي ابقى عارفة هضبة مرمليكا موجودة في الصحراء الغربية، صح كده؟ صح. والى الجنوب الشرقي منها طبيعي ان انا ابقى عارفة الظاهرة التضاريسية
اللي بتقع إلى الجنوب الشرقي من هضبة مرمريكا؟ ادي الصحراء الغربية، هنا هضبة مرمريكا، هنا طبعا الجنوب الشرقي منها الى الجنوب الشرقي منها، يعني في المنطقة دي تقريبا عندي منخفض. ايوه برافو عليكم، منخفض القطارة. منخفض ايه؟ القطارة صح، ممتاز. يبقى أخذنا أول شق في الإجابة عندي، وهي الظاهرة التضاريسية اللي تقع إلى الجنوب الشرقي، الظاهرة التضاريسية اللي تقع إلى الجنوب الشرقي من هضبة مرمريكا هو منخفض القطارة. برافو عليكم. طب منخفض القطارة ده نشأ نتيجة لإيه؟ أنا عرفت النص الأولاني من السؤال، يبقى يقع إلى الجنوب الشرقي من هضبة مرمريكا ظاهرة تضاريسية، يبقى كل ده يتشال ويقول لي إيه؟ منخفض القطارة نشأ نتيجة لإيه؟ صح كده؟ طيب، وإحنا كمان بناخد يا مس التكوينات الجيولوجية والعوامل اللي شكلت سطح مصر، اللي هو الجزء بتاع التعرية بفعل الرياح اللي هي نحت ونقل وإرساب، قلنا حتة اسمها حفر المنخفضات صح بالصحراء الغربية، وكان مديلي أول مثال على كده منخفض القطارة والخارجة والداخلة كل المنخفضات صح، وقال لي ان كلها نشأت بفعل ايه؟ التعرية بفعل الرياح زائد الصدوع، يعني تعرية هوائية وايه والصدوع او الانكسار صح، وايه كمان والتعرية المائية. دي كل المنخفضات بفعل الرياح والانكسار والتعرية المائية، دي كل لكن انا بقى اما اجي اتكلم على منخفض القطارة، هل الالتواء والتصدع؟ الالتواء لا يا مس، ده ملوش دعوة بالالتواء. الالتواء يبقى ايه؟ منخفض الواحات، قبو الواحات اللي كان قبو وبعد كده كان عامل زي القوس كده او زي القبة، ونتيجة للتعرية الهوائية كان الاول التواء وبعدين نتيجة للتعرية اصبح ايه وعوامل اخرى اصبح منخفض. ولا التصدع والتعرية المائية؟ لا هو بعيد عن المية. ولا التعرية الهوائية والتصدع؟ التعرية الهوائية فعل الرياح والتصدع ليها انكسار، ولا التصدع والبراكين؟ برافو عليكم، أنا متأكدة إن كلكم قلتوا التعرية الهوائية والتصدع أو الانكسار. يبقى منخفض القطارة نشأ بفعل أو ظهر نتيجة لسطح مصر، ظهر نتيجة منخفض القطارة ظهر نتيجة للتعرية الهوائية والتصدع. السؤال بيقول لي أقصى امتداد جنوبي لمصر يوجد عند التقاء، أقصى امتداد جنوبي لمصر يوجد عند التقاء خط طول 25 شرقا مع دائرة عرض، يعني هنا عايز ايه يا مصر؟ هنا عايز أكتر دائرة أو الدائرة العرضية اللي بتقع في أقصى جنوب مصر، بداية الحدود الجنوبية المصرية، دائرة عرض كام؟ على طول 22. برافو عليكم، خط طول 25 شرقا مع 22 شمالا، ايه مع الجنوب اقصد، هيبقى 22 شمالا، وده هيبقى اقصى امتداد جنوبي لمصر. يعني احنا قلناها بسرعة بس ده السؤال ده متكرر. يزيد المدى الحراري في محافظة قنا عن محافظة، المدى الحراري الفرق فيه درجات الحرارة يزيد عن المحافظة اللي موجودة في الجنوب ولا المحافظة اللي موجودة في الشمال؟ تاني، يزيد المدى الحراري في محافظة قنا عن محافظة، هل الأقصر، أسوان، أسيوط، دمياط؟ أنا عايزة بقى، هو هنا بيزيد، أنا عايزة يقل عن مين بقى؟ هتبقى على طول دمياط. اشمعنى دمياط يا مس؟ عشان أنتي من دمياط؟ لا والله، أمال عشان إيه؟ عشان دمياط من المحافظات أو من المدن أو من المحافظات، لو اتكلمنا عن محافظة دوامي ككل، من المحافظات اللي تقع على البحر المتوسط، والبحر المتوسط أو المسطح البائي بيعمل على تقليل المدى الحراري، يبقى المدى الحراري يزيد في محافظة قنا عن دمياط، لكنه يقل عن أسيوط ويقل عن أسوان ويقل عن الأقصر. طب السؤال اللي بعديه، تقع هضبة العجمة إلى الشرق مباشرة من وادي. هضبة العجمة دي موجودة فين يا شباب؟ هضبة العجمة دي موجودة في الجزء الأوسط من شبه جزيرة سيناء، ده القسم التضاريس الأوسط بينقسم إلى هضبة التيه وهضبة العجمة. التيه في الجزء الأوسط شمالها التيه جنوبها الأوسط صح كده؟ تمام. بيقع بقى إلى الشرق، والشرق ده إيدك اليمين، من وادي إيه؟
من وادي فيران. كل دي خرايط يا سنة أولى، وإحنا بنذاكر سكرينة كده بعينيكي، عدسة عينيكي تاخد سكرينة للخرايط وإنتي بتذاكري، عشان بيجي منها أسئلة وبتبقى أسئلة حلوة. يبقى دي وادي فيران. طب السؤال اللي بعديه، إذا اختفت تكوينات الزمن الجيولوجي الرابع من مصر فنستنتج ندرة خام الفوسفات. لا يا مس، انت لسه قايله خام الفوسفات في الزمن الجيولوجي الكام؟ لسه قايلين الفوسفات في الزمن الجيولوجي كام؟ التاني. اختفاء رواسب الفحم، برضو ده الفحم ده رواسب تاني. صعوبة الحصول على البترول، البترول ده ايه؟ هل زمن ايه؟ رابع؟ لا، البترول تاني وتالت. ولا صعوبة قيام الزراعة؟ ايوه يا مس، صعوبة قيام الزراعة، لأن الوادي والدلتا منخفض الفيوم تكوينات زمن رابع، وبالتالي هيصعب الزراعة وهيعتمد بس على الزراعة في الواحات. برافو عليكم، ممتازين. تتفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار بصورة كبيرة في مدينة ايه؟ الاختلاف في درجات الحرارة، هل طنطا؟ طنطا وبورسعيد وسوهاج وكفر الشيخ، التلات مدن. هما ايه المدن ولا محافظات؟ سي يعني سيان، طنطا ولا بورسعيد ولا كفر الشيخ، كلهم بحر متوسط، ومعروف ان البحر المتوسط درجات الحراره فيه يعني تتفاوت تختلف بتقترب ما بين الليل والنهار. الاختلاف في المدن الداخليه او ذات المناخ القري، وهي مدينه سوهاج. سوهاج اي فروع علم الجغرافيا يهدف الى دراسه حشائش السافانا، اي فروع علم الجغرافيا اللي بيدرس حشائش السافانا كحديقة حيوان طبيعية، يعني بيدرس النبات والحيوان البري اللي فيها، على طول هتبقى الجغرافيا الايه؟ وانا كان اول سؤال بدأت فيه الامتحان بتاعي هي الجغرافيا الحيوية، عشان هي اللي بتدرستي. ايوه برافو عليكم، النبات الطبيعي والحيوان البري. يرجع تكون رأس بناس، اتفقنا ان الرؤوس الارضية كلها بفعل تعرية بحرية يبقى زمن رابع، باستثناء رأسين، وده قلناه الحصة اللي فاتت، كل الرؤوس الأرضية في مصر زمن رابع باستثناء رأس دمياط ورأس رشيد زمن ثالث بفعل نهر النيل، وبالتالي تكوين أو يرجع تكوين رأس بناس للزمن الجيولوجي الرابع بفعل التعرية البحرية. أي الأودية الآتية الذي كان يمثل أحد منابع نهر النيل في الزمن الجيولوجي الثالث؟ يبقى هو هنا عايز إيه؟ هنا عايز ايه؟ هو هنا عايز وادي بيخرج من جبال البحر الاحمر ويتجه نحو الشرق ولا الغرب؟ لا، الغرب، بيتجه نحو وادي النيل، علشان اما الامطار تسقط في عصر البليستوسين تغذي نهر النيل. وادي علم ووادي الجمال ووادي خضيم كلها كانت بتتجه نحو الشرق نحو البحر الاحمر، لكن بحر وادي قنا دي كلها طبعا من الخرايط واحنا بنذاكر، وادي قنا كان بيتجه نحو الغرب نحو وادي النيل، وبالتالي تبقى الإجابة أي الأودية اللي بتتجه تعتبر منابع، مش بس هيبقى وادي قنا، ده وادي الأسيوطي ووادي العلاقي من الأودية اللي بتتجه نحو الغرب، وبالتالي كانت بتعد أحد منابع نهر النيل، وبيعتبر في الفترة دي نهر النيل كان أحادي المنبع. السؤال اللي بعديه، أي الأقاليم المناخية الآتية التي ينعدم وجودها في شبه جزيرة سيناء؟ أنا لو جبت خريطة الأقاليم المناخية هلاقي شبه جزيرة سيناء شمالها بحر متوسط، جنوبها اقليم المرتفعات، في الوسط بتاعها عندي الاقليم شبه الصحراوي، مفيش غير الاقليم الوحيد اللي مش موجود فيها هو الاقليم ايه يا شباب؟ الصحراوي. شبه جزيرة سيناء خالية تماما من الاقليم مناخ الصحراوي، لكن بحر المتوسط موجود في شمالها، شبه الصحراوي موجود في الوسط، عندي اقليم المرتفعات في المثلث الجبلي جنوب سيناء. اي المدن الاتيه التي تعد الاسبق في سقوط الامطار شتويه؟ قلنا المطر عندي بياتي من نتيجه الايه؟ نتيجه المرور المنخفضات الجويه، الرياح العكسيه الغربيه، وبالتالي المطر اخضر في الغرب من الشرق وفي الشمال من الجنوب، فانا هدور على مدينه بتقع فيه، ها برافو عليكم، في الغرب وفي نفس الوقت موجوده في الشمال، مش هلاقيها في الجنوب. يعني ممكن اقول لك الوادي الجديد، هي بتقع في الغرب برضه، بتقع في غرب مصر، او منطقه العوينات بتقع في الغرب، بس ده في الجنوب، انا عايزه في الشمال. لو بصينا على الخريطه، الاقاليم المدن الموجوده عندي، هل رفح، بورسعيد، دمياط، مرسى مطروح، كلها بتقع في الشمال، يبقى انا عايزه ادور على المدينه اللي بتقع في الشرق ولا في الغرب. برافو عليك، والمدينه بتقع في الغرب، يبقى مين؟ ممتاز، مرسى مطروح. تدخل دراسه اثر التضاريس على قوه مصر ضمن قوه مصر، أثر التضاريس على قوة مصر ضمن مجالات دراسة الجغرافيا السياسية ولا الجغرافيا السكانية ولا الجغرافيا العمرانية ولا جغرافيا التضاريس؟ طبعا اللي بيدرس ايه فرع الجغرافيا، اللي بيدرس الدولة ككيان سياسي ويقدر يحدد مدى قوتها وعناصر قوتها وعناصر ضعفها وعلاقتها بالدول المجاورة، على طول يمس الجغرافيا السياسية. برافو، ممتاز،
أثر التضاريس على قوة الدولة، مدى قوتها وضعفها، يبقى على طول الجغرافيا السياسية، واللي هيطلع تالتة إن شاء الله هيدرس الجغرافيا السياسية دراسة تطبيقية على توسع. آخر سؤال عندي، ويبقى كده حلينا الامتحان كله يا شباب، حدد العلاقة بين تكوينات الزمن الجيولوجي الثاني وتوليد الطاقة الكهربائية. طب الزمن الجيولوجي الثاني وتوليد الطاقة الكهربائية، أيوة الزمن الجيولوجي الثاني وتكوين الطاقة الكهربائية. هو الزمن الجيولوجي الثاني فيه ايه؟ فيه حجر رملي نوبي يمس بيحتوي على خزانات مياه جوفية، وفيه برافو، فيه بترول، في بترول، يبقى انا ممكن اعمل طاقة كهربائية حرارية عن طريق البترول، وكمان في رواسب فحم، ممتاز، ودي ممكن تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية الحرارية، صح كده الكلام؟ دي بالنسبة لتكوينات الزمن الجيولوجي التاني. وبكده يبقى شباب حلينا معاكم الامتحان كله، فوت معاكم في النهاية كده، ده الفورم بتاع الامتحان، ده الباركود بتاع الامتحان عشان اللي عايز يدخل ويطلع على الامتحان ويحل ويبعت الأسئلة. هنبقى برضو منتظرين تلقي الإجابات بتاعتكم. شكرا لكم جدا يا شباب، وشكرا للإدارة العامة للمحتوى التعليمي. السلام عليكم.